قوي لو تكتب دمة عسير يطلع لك. يا سلام يا سلام صراحة ما ملينا. إذا في زود والله فيه والله ها فيه عندنا قصيدة طبعا تتعلق بالأمر الأسري. يا سلام دام نتكلم عن الأسرة. نعم 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 طبعا هذه يمكنها انتشرت يمكن تعرفونها اللي هي لما افترق نورة الحوشان عن زوجها بسبب الطلاق في عهد الشيخ بن باز رحمه الله في بداية حياة بن باز كانت في بداية لما كان قاضي. فطلق زوجته بالثلاث متفرقات فذهبوا إلى الشيخ بن باز رحمه الله قال ما عاد يعني يصح أن تجتمع بك زوجة. فطبعا هي كانت تحبه وكان هو يحبها وكان بينهم حب شديد وحب زواج وحب أسري ولكن الطلاق والعياذ بالله هو الذي كان سبب التفرقة. ولذلك نقول لا تستعجل أيها الزوج وكذلك أيتها الزوجة في أن تنفعلوا وتكون الأسرة مهدومة والسبب هو سبب يعني يعتبر تافه من التوافه التي تمر على الإنسان في حياته. فمرت عليه ومعها الأولاد وهو في المزرعة فأصابها طلل الحزن الذي كانت تعيشه فترة من الفترات مع زوجها وفي كنف. نعم في المزرعة. فقالت هذه الأبيات تقول فيها يا عين اللي صافية الدمع اللي والينقضى صافي هاتي سريمة يا عين هذا الزرع خليت راعيه هذه معاوده وهذا زليبه إن مرني في السوق ما أقدر أحكي يا كبرها يا عبرها من مصيبة من أول خلي قريب ونرجيه واليوم جايتهم علينا صعيبة اللي يبينا عية النفس تبغيه واللي نبي عيال بختنا يجيبه اللي يبينا عية النفس تبغيه واللي نبي عيال بختنا يجيبه. صاحب داكم صراحة نقلت أنا وكسرت الروتين نقلة نوعية وجميلة يا من الجنوب أبو عبد الله. لازم